أكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة حرص المحافظة على رعاية وتنظيم المبادرات التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتهيئتهم ليكونوا مستعدين لخوض سوق العمل في كافة المجالات بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية. جاء ذلك خلال حفل تخريج أول دفعة من برنامج الاستعداد للاستثمار بمشاركة 20 رائد عمل والذي تنظمه محافظة العاصمة بالتعاون مع المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، حيث أشاد المحافظ بالمبادرة التي تواكب الجهود الرامية لإقامة جميع الفعاليات بواسطة التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في التواصل والاتصال مع الجمهور المستهدف. هذا وأشار المحافظ إلى أن برنامج الاستعداد للاستثمار كان أحد توصيات أسبوع المنامة لريادة الأعمال، والذي يعكس حرص المحافظة على دعم قطاع ريادة الأعمال وتشجيع الإبداع والابتكار بما يسهم في خلق مناخ اقتصادي ملائم لتنمية المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أنا سعيد اليوم بزيارة المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال ورعاية برنامج الأول الداعم للمستثمر وتخريج 20 من المستفيدين من هذا البرنامج. ولا شك أن المؤسسة تقوم بأعمال كبيرة تعزز الريادة والابتكار في مملكة البحرين، وأنا أحب أن أشيد بالدور اللي تقوم بالجمعية والأخت فريال ناس في دعم فئة الشباب ومساعدتهم على تطوير قدراتهم ومشاريعهم والاستثمار فيها سواء كان ماليا أو من خلال التدريب. الفعالية اليوم برعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، وإحنا شاكرين لرعايته اليوم لهذه الفعالية الهامة اللي هي يعني تساعد على تطوير رواد الأعمال البحرينيين ومساعدتهم في تطوير مشاريعهم لمستوى أفضل ولأداء أفضل وتكون أولى خطواتهم إن شاء الله للسوق العالمية.